انا عملت العمليه بتاعت الحجم المجهري 5 مرات وكل ما نعمل التحليل يطلع سليم. طيب كل ما تيجي تعملي التحليل، طب ايه الاسباب؟ أيوه. الدكتور قال ايه الاسباب؟ لا يقول لي قال مش ما فيش اسباب، هي من ربنا كده. لا مشكله تاخر الحمل ايه؟ طب اسباب تاخر تاخر الانجاب اللي عملتي بيه عشانه الحقن المجهري، ايه اسبابه؟ الدكتور قال لك ايه؟ اخر مره ده عملتها من شهر لما رحت للدكتور، قال ما فيش اسباب تمنع، بس عشان الوقت ما ينفعش. عندك كام سنه يا مدام فاطمه؟ استاذه 39 39 سنه. ولما عمل البويضات السحابه والكلام ده طلع مني 16 بويضه. هايل ممتاز. طلع منهم يعني لما عملنا اجنه عمل 10. ممتاز. ليكي اجنه مجمده؟ لا ما عملتها تاني الاجنه برضو ما نفعتش. تمام. طيب عندك اي سؤال ليها يا دكتور؟ لا مين؟ خلاص. طب الف سلامه حضرتك يا استاذه فاطمه، وهنجاوب حضرتك. شكرا لاتصالك. طيب هي مدام فاطمه بتقول ان الدكتور قال لها ما فيش سبب. لا احنا عندنا حاجه اسمها تاخر حمل غير معلوم السبب، ده موجود. ان الزوجه ما عندهاش مشكله والزوج ما عندوش، برضو دول ان هم من حالات المفروض تعمل حقن مجهري. هي في 39 انها تطلع 16 بويضه، ده ممتاز. انما جوده البويضات هنا بقى تفرق. لان كل ما السن زاد ليه النسبه بتنزل، نسبه حدوث الحمل، لان جوده البويضات بتختلف بتضعف. وجوده البويضات طول ما هي لسه البيضه جوه ما نقدرش نحكم عليها، لما البويضه تتسحب والمعمل يشوفها ويبتدي يشتغل عليها يقدر يعرف جودتها يعني قد ايه. فبناء على جوده البويضات، هل الحقن المنوي ده هيخصب البويضه دي ولا لا، لسه هنشوف في المعمل هل هتعمل جنين ولا لا، هل الجنين ده هينقسم ولا لا. بعد كده ممكن تقولي لي طيب في اجنه مستواها او درجتها عاليه جدا وبتتنقل وما بتحملش ليه؟ لان في جزء في الاخر اللي هو جزء الجنين ان هو يتزرع جوه بطانه الرحم، ده برده جزء الطب برده ما توصلش لاسبابه ما يقدرش يعرف. ففي جزء احنا ناس برده يعني دولة شرقية فلينا معتقدات وبنآمن في ربنا كلنا، فدايما لما نقول انه في جزء بتاع ربنا احنا مش عارفين ايه اسبابه ايوه ساعات تقولي البيت كويس والاجنة كويسة بس ما بتحملش عشان نسبة النجاح دي برضو. طب